كنا عايزين نعرف ان حضرتك اولاد قد ايه؟ انا عندي ولد واحد اسمه حسام الحسيني، هو مخرج شاطر، بيعمل افلام وبيعمل فيديو كليبات والمشاهير لكن المغنيين. مش في العزف ولا لا الغنى ما ولا حاجة، للاسف هو ما خدش مني حكاية العزف، هو ولا غنى. لا ما هو هو يغني راب، يغني راب كويس قوي يعني، عمل هو من اول الناس اللي دخلوا الراب في مصر يعني، فهو اتشهر قوي في الراب وعمل دويتوهات، منها دويتو كبير عظيم مع الاستاذ تامر حسني، عمل حاجات حلوه ايه ومثل هي بقى كمان، اغنية ايه؟ مثل فيلم مع تامر اللي هو نور عيني وعمر وسلمى ثلاثة، عمل رغم ان هو مخرج اصلا لكن بيحب عنده برضه الاخراج وبيحب برضو حتة الفن، يعني الفن بانواعه. وحضرتك برضو كنت متميز زوج في الفنانة الحاجات. هالة عنبر، فبرضو كفن وكتمثيل يعني فنية يعني كلكم. ماي اكس وايف طبعا مامة حسام فنانة عظيمة، الفنانة نهى العنبر، هو ورث منها الـ الناحية التمثيل والإخراج والحاجات دي، وهو درس طبعا الإخراج كمان، بس دي في من صغره ما خدش مني الموسيقى، هو يعني راح فن راح في الفن والتمثيل اكتر والاخراج. والغنى الراب. تمام، خلاص. عايزين بقى نشوف حضرتك قريب في حاجه بقى كده لمصر، يعني اغنيه لمصر حضرتك تعملها بعد انقطاع فتره طويله جدا عن العزف وكده. هل في حاجه قريب ولا لسه بتفكر؟ والله الفنان دايما عنده كتير، عنده الكتير وعنده الكتير، عندي افكار كتيرة واتمنى ان ان شاء ربنا الله تكون حاجة وطنية يكرمني لمصر ان واقدر شاء الله. ان شاء الله في حاجة وطنية قريبا، ان شاء الله ونتمنى انها تكون عند حسن ظن السادة اكيد الجمهور طبعا ان شاء ان الله. شاء الله حضرتك باذن فنان الله. جميل ورائع في كل الله حاجة يخليك وربنا بجد، وانا يخليك في الحلقة ليا. ما حضرتك يعني ما حسيتش ان احنا، يعني حسيت ان احنا خلصنا بسرعة، لا يعني ما حسيتش ده يعني بالوقت. بالعكس، انا يعني اللي استمتعت بالحلقة الجميلة دي في القناة الرائعة اللي انا بحبها جدا، ميرسي لحضرتك. وبشكر الاستاذ حسن راتب على الفرصة الجميلة دي، لان القناة المحور من القنوات العظيمة اللي انا بحبها جدا والسادة الجمهور بيحبوها. وحضرتك برضو من الشخصيات العظيمة اللي الناس كلها بتحبها. الله يخليك، نورتنا أستاذ مجدي، ميرسي شكرا يا لحضرتك. فندم، شكرا يا فندم. مشاهدينا وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، استنونا وحلقة جديدة.